ورجعنا لكم تاني بعد الفقرة الطبية، ومعانا بقى فقرة الشيف. وانتوا عارفين طبعا معانا مين النهاردة. معانا الشيف سمر سمير. حبيبتي انا فرحانة انا اكتر والله العظيم. يعني وجودك فعلا في الحلقة عامل كده روح النهاردة. يا بصي انا اكتر طبعا اني اتعرفت عليكي ده اولا، ربنا يخليكي. وشرف لي ان انا اكون معاكي. ربنا يخليكي. النهارده بقى عشان زي ما قلت لكم في الاول احنا بنحتفل بمولد النبي، كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. فسمر قالت اللي هي هتعمل لنا الحلاوه. بصوا بقى حاجه بقى كده ايه، ولا تقولوا لي بقى المحلات الكبيره اللي بتجيبوا علبه الحلاوه. ما انا واكله للصبح بره يعني. واكله بالصبح قبل ما ابدا اللي هي بقى معديه الألف جنيه والكلام ده. لا شوفوا بقى ايه من سمر عملت ايه. قولي لنا بقى يا سمر كده. بصي احنا اول حاجه عملناها الملبن، عشان هو اكتر حاجه ممكن تاخد وقت على بال ما يشد شويه او ينشف شويه. فهو الموضوع كله ده في العسل او الكراميل. لان هو لو انت سبتيه مثلا طري فعمر الحلاوه ما هتنشف وتقطم منك. فعشان كده لازم اركز ان انا اعمل له تيست. مش كل الناس في البيت عندها ترمومتر، فاهم حاجه عندي التيست، اني اعمل التيست بتاع العسل ده في ميه. اول ما الاقيه بيتكسر زي الحلاوه خلاص كده انا ابدا احط المكسرات او السوداني او الفول بتاعي. فول بقى، فوليه، حمصيه، اي انواع مكسرات أي من الناس اللي بتحبها زي ما انت قلتي، وبنشتريها باغلى حاجه. ممكن عندك بواقي من رمضان، عندك اي حاجه، كوبايه سكر وكوبايه ميه والكوبايه المكسرات اللي عندك في البيت هتعملي لاولادك الحلاوه. طب قولي لي بقى بيتعمل ازاي المقادير بتاعها. بصي كوبايه ميه، كوباية سكر. معانا تليفون. الو الو. ايوه استاذ. الو شيف سمر عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. اهلا بيكي. انا ساره قناه مطبخ ساره. اهلا بيكي يا ساره. عامله ايه حبيبتي؟ ربنا يخليكي احلى شيف في مصر. ربنا يخليك يا ساره. شكرا ليكوا جدا. انا عايزه اشكرك قدام الناس كلها، انت عملتي معايا حاجه حبيبتي يا ساره. والله العظيم رفعتي لي على المنتدى من غير ما اطلب منك، ودي طبعا حاجه يعني ربنا يخليكي ويجازيكي كل خير. ساره احنا اخوات وما ينفعش الكلام أنا ده. انا عارفه. وانا على فكره اقول لك بقى على حاجه، انا في قناه الصحه والجمال. حبيبتي تسلمي. وهقابلك ان شاء الله بعد شويه. ان شاء الله يا حبيبتي. شرف ليا. منوره القناه والله. حبيبتي تسلمي. كلك ذوق. ربنا يخليكي يا رب. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وانت بصحه وسلامه. نجاح لنجاح مع الف ان شاء الله يا حبيبتي تسلمي. قولي لي بقى عملتيه ازاي المقادير. انا حطيت كوبايه ميه، كوبايه سكر، اهم حاجه تكون الكوبايه واحده. ماشي كده. كوبايه الميه وكوبايه السكر دول في البدايه لو حطيت فيهم المعلقه خلاص الوصفه باظت. بيكرمل، بيسكر، بيخرز زي اي سيرب بتعمليه يعني في البيت. يعني ما احطش المعلقه في الاول. انا لما السكر يسيح، يعني انا لحد دلوقتي هنا ما حطيتش المعلقه. اهي خلاص السكر بتاعي سيح. ابدا احط معلقه. لو حطيت المعلقه هيخرز مني اصلا من هنا، هاجي اكله الاقي في زي السكر لسه زي ما هو. تمام. بعد ما بيسيح بنزل عليه بنص كوبايه او تلت كوبايه عسل جلوكوز. طب لو ما عنديش العسل احط عسل نحل عادي جدا. يعني مثلا في ناس او في معظم اماكن ما عندهمش. فحطي عسل نحل عادي جدا برضو نفس الكميه، تلت كوبايه. يعني عسل الجلوكوز. الجلوكوز زيه زي زي العسل. هيدي النتيجه بس هياخد على النار شويه زياده. بيطول شويه على النار. لان ده تقيل فبيديله بيتمسك بسرعه. انا مثلا دلوقتي خلاص بدات تعمل معايا رغوه كده، حبه ميه واعمل لها تيست. طيب لسه طريه يبقى لسه شغاله معايا. تمام. اول ما تقطم هنزل فيها بالمكسرات دقيقه، اقل من دقيقه وبطفي على طول. وخلاص. خلاص كده بتسويها بقى الحته دي سرعه. تسويها يعني انا مثلا عامله الصوابع زي ما انت شايفه. دورت على انسب حاجه عندي في البيت اني اعمل منها مدوره كده وشيك يبقى فيها مكسرات بتاع، ما لقيتش غير مثلا قطعت البرجر. جميل. هنزل واكبس كده بيها واطلعها واحط فيها اي حاجه من المكسرات التانية بقى. عندي مثلا حمصيه بالبندق. تمام تمام. انت سهلت لنا الدنيا خالص على فكره. المطبخ مفيش اسهل منه عشان انت بتحبيه. ما هو انت لو حبيتيه. في ناس تانية بتبقى المطبخ ده على قلبهم ايه يعني. طيب. اي حد بيشتغل اي حاجه او هو بيحب اي حاجه هتبقى سهله. بينجز فيها. المشكله بقى ان انت لازم تحبي يعني. لان كده كده مخصوبه انك تدخلي المطبخ عشان انت ست. دي ده زيت عشان ادهن. حتى عندك ذوق في ربنا يخليكي بجد يعني. كده دول خلاص. طبعا بتحطي بقى ايه علشان تبقى هشه وما تيجي تكسريها ما توجعش سنين. أيوة. يا بيكنج باودر يا كربونات صوديوم. معذره فانيليا باودر يا كربونات صوديوم.
حاجه من الاثنين دول هي اللي هتخليها تقطمي، حتى لو لا قدر الله سننا وجعانا مش هنتعب. بتحطيه بقى في المعلوش هنا قبل ما احط المكسرات على طول. تمام. قد ايه بقى؟ تحطي بصي ربع معلقه. ربع معلقه. تمام. خلاص. وفانيليا وميه ورد لو حابه، في ناس مش بتحب ميه الورد وفي ناس بتحبها. كده خلاص. خلاص بصي دي خلاص دي قربت. دي لسه شويه. المشكله بس يعني ايه النار هاديه معانا شويه. تمام. بس كده الموضوع سهل جدا كده. والملبن نشا ميه برضو عسل جلوكوز. العسل الجلوكوز شغال معانا في كل حاجه في حلويات المولد. وبرضو هو احنا قلنا لو ما فيش مش لاقيين عسل الجلوكوز يبقى قدامه عسل نحل بنفس الكميه بس بيقعد على النار بالظبط كده اطول شويه بس كده. تمام. ومعانا طبعا بيبقى فيها نشا والمكسرات اللي انت حباها. ده الملبن. حابه تخليه ابيض ماشي، حابه تحطي له لون بتحطي له. تمام. الوصفه النهارده عندنا سهله قوي، او سمر مخليها لنا سهله قوي. يلا بقى بجد اتجدعنوا كده وادخلوا المطبخ نفذوا بقى وقولوا لنا النتيجه معاكم ايه يعني. سمر عندها البيج بتاعتها على الفيسبوك اسمها اسرار المطبخ مع سمر، وعندها الشانل. عشان كده كنت بقول لكم معانا شيف عالمي ليه، لان لقيت المتابعين عندها من كل انحاء العالم، مش هقول لكم الوطن العربي بس، لا في من بره كمان متابعينها ومستنيين كده الفيديو بتاعها ينزل كده علشان دي نعمه وفضل من عند ربنا. ان حب الناس ده فضل من عند ربنا فعلا. يا سمر الدنيا الحمد لله. الحمد لله حبيبتي. وبعد ما خلاص بنطلعها بنفردها وتسيبها بقى تنشف وبعد كده بنقطعها. المكسرات مثلا او الحاجات دي بتتقطع وهي لسه سخنه، بعد كده هتبقى ناشفه مش هعرف اكسرها. لكن الملبن لازم يبات على الاقل خلاص 12 ساعه بره الثلاجه. تمام. علشان اقدر اقطعه ويبقى عندي ملبن متماسك. تمام يا سمر. تمام ماشي. اسيبك بقى ايه تكمليها. هكمل. ماشي. ونشوف بقى الفقره الثانيه اللي هي المفاجاه بقى معانا. طبعا احنا قلنا من الاول ان النهارده احتفاليه بالمولد النبوي الشريف، فالنهارده هنسمع بقى كده حاجه كده ايه روحانيات بقى، هنبقى ايه يعني نعيش بقى في جو تاني خالص. معانا منشدين جايين لنا علشان الاحتفاليه طبعا. صوتهم روعه بجد، انا شفت كده فيديوهات صغيره منها، الصوت جميل جدا. رغم ان في طفل معاهم بس لما تسمعوا الصوت فعلا هتقولوا انا كان عندي حق. نتعرف عليكم. تعرف عليكي دعاء. وانت يا قمر؟ محمد. انا معجبه بمحمد من ساعه ما دخل اللوكيشن وانا معجبه بيك يا محمد. وحضرتك اهلا بحضرتك. وحضرتك اهلا بيك. انا شفت الفيديوهات بتاعكم ما شاء الله عليكم. بس انتوا ناقصكم بس حاجه، اللي انتوا فعلا حد يتبنى الموهبه بتاعتكم، هي دي فعلا اللي انتوا محتاجينها في الوقت ده. سنكم كويس جدا، ولما يطلع كمان السن ده اللي هو السن الصغير ده من الاول اللي هو بينشد معانا، يبقى اكيد طبعا حافظ من القران الكريم، يعني ده طبيعي. فالنهارده بقى عايزين ايه تعرفوا الناس الموهبه بتاعتكم الحقيقيه. قلت لي ان احنا هنبدا بحاجه جماعيه كده الاول. تمام. وبعد كده ايه نسمع كل واحد لوحده. تمام. يلا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. امانة يلي رايح يزرطها لبينا، سلم على حبيبي قمر قمر المدينة. امانة يلي رايح يزرطها لبينا، سلم على حبيبي قمر قمر المدينة. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك.
الذاكرون وغفل عن ذكرك كده. يعني انت البدايه بتاعتك كانت ال بس معلش نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل الاذان ونواصل بقى الفقره. كنا بنسال عن انت البدايه بتاعتك كانت ايه؟ يعني مين اللي اكتشفك؟ مين اللي قال لك صوتك حلو ممكن اللي تنشد كده؟ هو انا من خلال الاذاعه كنت بتابع الاذاعه مع نفسي كده، حسيت ان انا عندي الموهبه. ما شاء الله. انا مع نفسي بدات في المسابقات في المحافظه، خدت مركز اول على مستوى المحافظه كذا مره. وبعد كده تاهلت للجمهوريه، خدت مركز اول على مستوى الجمهوريه برضه مرتين. تمام. من خلال كده يعني نميت الموهبه ودخلت مدرسه الانشاد مع الشيخ محمود التوام. تمام. عايزين بقى نسمع حاجه منك؟ ناخدكم كده بالدور بقى نسمع كده. نسمع حاجه منك لوحدك. الحب لا والحرف لا والشعر ان غنى فلا. الحب لا والحرف لا والشعر إن غنى فلا. يا سيد الكون صلى عليك الله من زاح الدجى أو دار نجم في فضاة الفلك. المسك فاح المسك فاح لما لما
حادث موصل للجنة. الله الله الحب فرض ما هو السنة. الله الله حادث موصل للجنة. الله الله أعيش في روضة وتهنى. هايلين هايلين هايلين، وفعلا امتعتونا باصواتكم. صوتك روعه 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 يا محمد، وفعلا قدامك مستقبل. خلي فعلا يبقى فيه تنميه على طول للموهبه بتاعتك، وان شاء الله دي مش هتبقى اخر فقره ليكم، ان شاء الله هتشرفوني تاني. تمام، قدام الكاميرا اهو انا ضيوفي اللي بيطلعوا معايا مره يبقوا على طول معايا في البرنامج. تمام، شرفتوني جدا، شرفتيني يا دعاء ومحمد وحضرتك، ونورتني بالرق فنان. ميرسي ليكم، وبشكر الشيف الجميله معايا اللي شرفتيني في البرنامج، وحلويات المولد الروعه. تسلم ايدك. تسلمي لي. واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي، ومعانا موضوع مهم جدا خاص بمحافظة المنيا، وأنا بنوه عليه دلوقتي علشان لو في أي حاجة خاصة بالموضوع ده تتبعت لنا على صفحة البرنامج الإعلامية داليا شريف. الموضوع ده خاص بمحافظة المنيا، مغاغة، الزاوية، والمخالفات اللي حاصل فيها. شكرا لكم وإلى اللقاء.